السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة الشروق. أدى القسم أمام رئيس القضاء عبد الفتاح البرهان رئيسا رسميا للمجلس السيادي، فيما يؤدي أعضاء المجلس القسم بعد قليل. وقال ناطق باسم المجلس العسكري إن السيادي الذي يرأسه البرهان يضم في عضويته محمد حمدان دقلو، شمس الدين الكباشي، ياسر العطا، إبراهيم جابر إبراهيم، حسن محمد الدليس قاضي، صديق طاور كافي، محمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى سعيد، ورجاء نيكولا عبد المسيح. اعتبر الاتحاد الأفريقي أن التوافق على عبد الله حمدوك رئيسا للحكومة الانتقالية المرتقبة في السودان تتويج للإنجاز التاريخي بعد أشهر من المفاوضات بين الأطراف كافة. وأشاد رئيس المفوضية في بيان بجميع الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والتزامها بروح التوافق، وأكد أن ضرورة أن تتواصل السلطات الحكومية والمسلحة الحركات المسلحة إلى اتفاق خلال الأشهر الستة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الانتقالية. كشفت منظمة زيرو فساد عن فتح 121 بلاغا ضد قيادات ونافذين في النظام السابق بنيابة الثراء الحرام ومكافحة الفساد. وقال عضو المنظمة المثنى أبو حامد في مؤتمر صحفي إن المنظمة تبنت ملاحقة قضايا الفساد التي ارتكبت في عهد النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد بالطرق القانونية. كشف وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار عن تأثر 1395 أسرة بمنطقة الجيلي شمال بحري، وأشار خلال تفقد المناطق المتأثرة إلى 5 أحياء تأثرت تأثرا كاملا، فيما تأثر حوالي 1233 منزلا، إلى جانب تأثر 6 مدارس ومركز صحي وأندية ومسجدين ونفوق عدد من المواشي. كشف الأمين العام للهيئة القومية للطرق والجسور جعفر حسن آدم أن القطاع الثاني من طريق الصادرات أم درمان بارا الذي تضرر بالسيول لم تستلم الهيئة عمليات صيانته. وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن كلفة الطريق بلغت 35 مليون دولار، مؤكدا أن الطريق ما يزال تحت التشييد. نهاية الموجز مشاهدينا قدمناه من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات على موقع شروق.net. دمتم في أمان الله.